after the bill was passed and signed by Truman, the decision was taken to set aside $10 million for secret CIA intervention in the upcoming Italian election. كان أول شخص ينشر ما فضل العديد من الأمريكيين تجاهله خلال الحرب الباردة أن وكالة المخابرات المركزية تدعم الحيل القذرة بما في ذلك الاغتيالات لإبقاء الحركات الموالية للسوفييت خارج السلطة في أمريكا اللاتينية. بعد 12 عاما من العمل في وكالة المخابرات المركزية أعلن إحباطه من طريقة عملها، ورأى أنها تتكون من جيش سري من البلطجية الخارجين عن القانون الخاضعين لسلطة حكومة الولايات المتحدة والتي لا تهتم أبدا إلا بالدفاع عن مصالحها التجارية والسياسية في الخارج بأي ثمن. قرر أن الطريقة الوحيدة لتحييد سلطة تلك الوكالة هي كشف عملائهم في الخارج والمخططات التي كانت تقوم بها الوكالة في دول أمريكا اللاتينية. كتب في مذكراته: عندما انضممت إلى وكالة المخابرات المركزية كنت أؤمن بضرورة وجودها، وبعد 12 عاما من العمل أدركت مقدار المعاناة التي تسببها لملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، إما بالقتل أو تدمير حياتهم إلى الأبد. في عام 1997 وفي الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس وكالة المخابرات المركزية أشار إليه جورج بوش باعتباره رمزا للخيانة. المزيج من الالتزام الإنساني والرومانسية، ربما كان هذا هو الوصف الذي انطبق على الرجل الذي هدده زملاؤه في وكالة المخابرات الأمريكية بالقتل واتهموه بالخيانة، ورحل من بريطانيا بل وأوروبا كلها باعتبار أنه يمثل تهديدا لأمنها. ولد فيليب بورنت فرانكلين إيجي في 19 من يوليو عام 1935 في تاكوما بارك بولاية ميريلاند، ونشأ في تامبا بولاية فلوريدا. بعد تخرجه من المدرسة اليسوعية في تامبا درس الفلسفة والقانون في جامعة نوتردام في إنديانا. خدم في سلاح الجو الأمريكي عام 1957 وتم إرساله للعمل في العديد من دول أمريكا اللاتينية. بشكل واضح وصريح يذكر إيجي أن وظيفته كانت إلحاق الأذى بالأشخاص الذين تعتبرهم حكومة الولايات المتحدة أعداء، وذلك بتشويه سمعتهم أو نصب المكائد لهم أو إقناعهم بالعمل مع وكالة المخابرات المركزية، إما عن طريق شرائهم بالمال أو من خلال الابتزاز أو تصفيتهم إذا لم تفلح كل تلك الوسائل. مهمته الأساسية الأولى في الخارج في عام 1960 كانت إلى الإكوادور، وهي الإيقاع بين الإكوادور وكوبا وفرض قطيعة دبلوماسية بينهما. يذكر إيجي أنه في عام 1961 في الإكوادور قام بتكليف من المخابرات المركزية بتزوير بعض المستندات لإثبات أن مجموعة كاملة من القادة اليساريين والقوميين كانوا يوجهون من كوبا لإشعال حرب حدودية بين الإكوادور وبيرو. كان الاسم الأول في تلك القائمة المزورة هو اسم وزير الخارجية الذي أجبر في النهاية على الاستقالة رغم أنه كان بريئا تماما من كل تلك الأكاذيب. كما قام إيجي مع فريق المخابرات الأمريكية بإعداد 5 صفحات من الوثائق المزورة بعناية، ووضعوها في أنبوب فارغ من معجون الأسنان، ووضعوها في حقيبة سفر أحد قادة الشيوعيين الإكوادوريين العائدين من كوبا، ثم أمروا موظف الجمارك بتفتيش الحقيبة والعثور على الأنبوب. الوثائق المزورة بطبيعة الحال كانت تؤكد أن اليسار كان على وشك شن حرب عصابات وإثارة الفوضى في الإكوادور بدعم من كوبا. وعندما فشلت كل تلك الأكاذيب في تحقيق ما يريده الأمريكان، قاموا بتمويل فرقة تفجيرات تديرها الحركة المسيحية الاجتماعية لإحداث الفوضى في أماكن مختلفة من البلاد، وأوعزوا للجيش بالتحرك للإطاحة بالرئيس كارلوس أروسيمينا عام 1963. كان الفكر الشيوعي اليساري هو السائد بين سكان الأوروغواي، لذلك وفي عام 1965 وعلى عكس ما هو متوقع لعب إيجي ورجال المخابرات الأمريكية وتحت ستار دبلوماسيين وصحفيين لعبوا دور الناصح الأمين، وقاموا بتحريض ما يسمى الجناح اليساري في الأوروغواي على القيام بأعمال شغب وعنف بحجة السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد والوصول إلى الحكم. كما نجحوا في تشويه سمعة العديد من القادة الشيوعيين بترويج معلومات مغلوطة عنهم دعم من وسائل إعلام تم شراؤها وبتضامن كامل من السلطة الحاكمة، حتى تم حل الحزب ومن ثم اعتقال الكثير من قياداته وتعذيبهم من قبل السلطات المحلية، في حين كان خبراء من وكالة المخابرات الأمريكية هم من يقومون باستجوابهم.
كانت مهمة إيجي الرئيسية كضابط مخابرات في كل من الإكوادور وأوروغواي كما يقول هي المراقبة والتنصت. يذكر إيجي أنه نجح في التنصت على السفارات الشيوعية ومقر العديد من المنظمات اليسارية والمنازل الخاصة للجميع بداية من وزراء الحكومة إلى قادة الطلاب. لم يكن التنصت قاصرا على مراقبة الهاتف فقط، بل كان يشمل مراقبة المنزل بأكمله. يذكر أنه كان يقوم بإعداد كاميرات لتسجيل كل ما كان يدور في منازل الشخصيات الخاضعة للمراقبة حتى في أكثر الأماكن خصوصية داخل المنزل، ويؤكد أنه لم يكن ليفعل ذلك بدون تعاون الشرطة المحلية. كانت دهشة إيجي كبيرة من مدى تعاون الحكومة في المكسيك مع الوكالة، لدرجة أن رئيس المكسيك نفسه كان يتلقى التعليمات من إدارة المخابرات الأمريكية. فالمكسيك دولة مليئة بالفساد والكثير من المظالم الصارخة، والأغلبية العظمى من الشعب تعاني من حالة فقر واحتقان شديد ضد نظام الحكم، بل أنه كانت هناك العديد من حركات التمرد ضد النظام والتي بالطبع لم تكن تظهر على وسائل الإعلام، ولم تستطع القوات المكسيكية السرية والقمعية إخمادهم إلا بمساعدة المخابرات الأمريكية. يذكر إيجي أن المقابل التي كانت تحصل عليه المخابرات مقابل تلك الخدمات بالإضافة إلى الولاء الكامل لحكومة الولايات المتحدة كان السماح بالتنصت على كل الشخصيات الشيوعية في المكسيك بما فيهم السفير الكوبي، واعتراض البريد القادم والصادر من السفارة الكوبية في المكسيك، وتصوير كل من يسافر إلى هافانا، وأخذ بصمات أصابعه وفحصه بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية قبل المغادرة. يقول إيجي أنهم كانوا يتحكمون في حركة تنقلات أي شخصية داخل المكسيك بما فيها منع السفر أو تسليم أي شخصية إلى المخابرات الأمريكية والتحقيق معه في سرية تامة. في مذكراته يحكي إيجي أن أحد أسباب قدرته على إجراء العديد من العمليات في وقت واحد بهدف تنفيذ أهداف وكالة المخابرات المركزية هو عدم وجود أي عقبات كبيرة أمام ذلك في معظم بلدان أمريكا اللاتينية، فقوات الأمن المحلية تخضع لسيطرة وكالة المخابرات المركزية وتسيطر عليها، لذلك لم يستطع أحد إظهار العداء له أو تهديده بمغادرة أي من تلك الدول. ويؤكد أنه كان يقوم بإيذاء الكثيرين مع الإفلات من العقاب دائما، لكنه فقط كان يخضع للقيود التي تفرضها القواعد والممارسات الداخلية لوكالة المخابرات المركزية، وهو ما لم يكن يتوفر بهذا الشكل لرجال المخابرات الأمريكية العاملين في الدول الأوروبية، فكانوا قادرين على تنفيذ القليل جدا من العمليات التي قاموا بها في أمريكا اللاتينية وبشكل أكثر سرية وحذر. نحن من يقرر في النهاية من يفعل ماذا وأين ومتى وكيف. هكذا كان إيجي يرى استراتيجية وكالة المخابرات المركزية في التعامل مع الدول التي تريد إخضاعها لسياستها. تدريجيا وبعد 12 عاما من العمل ترك إيجي وكالة المخابرات المركزية. في عام 1969 لم يعد قادرا على تحمل الشعور بالإشمئزاز من تواطؤ الوكالة مع الدكتاتوريين العسكريين في أمريكا اللاتينية. عند التحاقه بالمخابرات في البداية كان يظن أن إبعاد الشيوعيين عن الحكم في تلك الدول سيكون في مصلحة الليبراليين، وسيكونون أقوياء بما يكفي لتنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها أمريكا اللاتينية. ثم أدرك بعد كل تلك السنوات أن أمريكا لا تريد إصلاح تلك الدول، وأنها كانت تدعم حكومات الأقلية الظالمة وتساعدها على سحق الأغلبية الشعبية لتحقيق مصالحها. لذلك قرر إطلاق صافرة الإنذار لفضح أنشطتهم القذرة. نبع قراره بالانسحاب إلى حد كبير بعدما يسمى بمذبحة تلاتيلولكو التي راح ضحيتها مئات الطلاب على أيدي القوات في مكسيكو سيتي قبل 10 أيام فقط من دورة الألعاب الأولمبية عام 1968. وبصفته عميلا لوكالة المخابرات المركزية في العاصمة المكسيكية في ذلك الوقت، عمل مع وزير الداخلية المكسيكي آنذاك والرئيس المستقبلي للمكسيك لويس إتشيفيريا على فض الاعتصامات الطلابية بإطلاق الرصاص عليهم في ساحة تلاتيلولكو التي كانوا يتجمعون فيها. يقول إيجي عندما كانت تحدث أسوأ الجرائم التي يمكن تخيلها في أمريكا اللاتينية كان ذلك بدعم من وكالة المخابرات المركزية وحكومة الولايات المتحدة، وهو ما دفعه في النهاية ليس للانسحاب فقط بل باتخاذ قراره بمحاولة تدمير تلك المنظومة.
عام 1975 قدم إيجي سردا دقيقا لأنشطة وكالة المخابرات المركزية في دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك تجنيد المسؤولين في كل دولة كمخبرين للوكالة، ورعاية وسائل الإعلام اليمينية والأحزاب السياسية، والتعاون الوثيق مع القوات القمعية المحلية المتمثلة في الشرطة والجيش في اعتقال وتعذيب وقتل طلاب يساريين وعمال ونشطاء سياسيين. واختتم كتابه داخل الشركة مذكرات وكالة المخابرات المركزية، اختتمه بقائمة تضم ما يقرب من 250 من عملاء وكالة المخابرات المركزية وعملاء محليين ومخبرين، حددهم إيجي بأسمائهم الحقيقية بالإضافة إلى أسمائهم المستعارة، ومنهم من كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي أو غير رسمي أو كطلاب أو رجال أعمال أو شخصيات ثقافية أو سائحين. أصبح ذلك الكتاب من أكثر الكتب مبيعا على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الأمريكية لمنع نشره وتوزيعه. ذكر إيجي أن هدفه من ذلك الكتاب أن يعرف العالم إلى أي مدى يتم خداعهم والاحتيال عليهم من قبل وكالة المخابرات المركزية، وأن يعرف الشعب الأمريكي أن جزء من الأموال التي يدفعها في شكل ضرائب ويذهب جزء منها لتمويل برامج السلام العامة في المعونة الأمريكية التي يعتقدون أنها تهدف إلى مساعدة شعوب دول العالم الثالث على العيش بشكل أفضل وأكثر أمانا، لكن الحقيقة أن تلك المعونات هي واجهة للعمليات السرية لوكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب، وأن أموال المعهد الأمريكي لدعم العمالة الحرة والتي يعتقد العمال أنها تساعد البلدان الفقيرة في الحصول على نقابات للدفاع عن حقوقهم هو في الحقيقة واجهة تابعة لوكالة المخابرات المركزية يتم من خلالها إرسال الأموال إلى القتلة والمحرضين وصناع الانقلابات. زعزعت المعلومات التي ذكرها إيجي في كتابه استقرار وكالة المخابرات المركزية، واضطرت إلى سحب الكثير منهم وإعادته إلى واشنطن مرة أخرى أو تبديل مواقعهم وإعادة إرسالهم إلى بلدان أخرى. لم يكن إيجي مرتزقا انشق إلى جانب الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة، فقد رفض علنا التعاون مع الكي جي بي السوفيتي وكذلك المخابرات الكوبية، بل كان هدفه المساعدة في إنقاذ حياة أولئك المستهدفين بالقتل الجماعي من قبل الإمبريالية الأمريكية، والمساهمة في انتصار الحركات الشعبية الطامحة لحياة أفضل بعيدا عن الدكتاتوريات. قضى إيجي سنوات من العيش في إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وأحيانا كثيرة متخفيا تحت الأرض خوفا من انتقام وكالة المخابرات المركزية، بعد هروبه من كوبا إلى لندن حتى لا يتم احتسابه على المعسكر الشيوعي. واجه إيجي تهديدات بالقتل من المخابرات الأمريكية وأصبح مستهدفا ليس من الوكالة فحسب بل ومن الحكومة الأمريكية ككل. بضغط من أمريكا وفي عام 1978 قامت حكومة حزب العمال البريطاني برئاسة جيمس كالهان بترحيله ردا على جهوده لفتح دعم وكالة المخابرات المركزية لحزب سياسي يميني مؤيد للولايات المتحدة في جامايكا، وتم منعه من الإقامة في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا حتى أجبر على العيش في المعسكر الشيوعي، لتكون تهم خيانته أمام عموم الشعب الأمريكي واضحة أنه عميلا للشيوعيين. في عام 1979 ألغت إدارة الرئيس الأمريكي كارتر جواز سفره الأمريكي متذرعة بأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي عام 1982 أقر الكونغرس الأمريكي قانون حماية الهوية الاستخبارية، مما جعل من غير القانوني الكشف عن هويات ضباط وكالة المخابرات المركزية عمدا حتى لو تم جمع المعلومات من مصادر متاحة للجمهور. في عام 1987 نشر إيجي مذكراته في كتابه الثاني تحت اسم على الطريق، والذي احتوى على مزيد من التفاصيل عن انفصاله عن الوكالة وجهود وكالة المخابرات المركزية للانتقام منه. ظل هدفا مستمرا للمضايقات والتشهير من قبل حكومة الولايات المتحدة. كان أحد تلك الافتراءات أن كشف إيجي لعملاء المخابرات الأمريكية كان السبب الرئيسي في اغتيال ريتشارد ويلش رئيس وكالة المخابرات المركزية في أثينا عام 1975. لكن الحقيقة أن اسم ويلش لم يكن ضمن الأسماء التي كشفها إيجي في كتابه، ورغم ذلك لم يمنع هذا الرئيس جورج دبليو بوش الذي كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية بين عامي 1976 و 1977 لم يمنعه من إعادة اتهام إيجي بالخيانة والمسؤولية عن وفاة ويلش في خطاب ألقاه عام 1989 في مقر وكالة المخابرات المركزية في لانجلي بولاية فيرجينيا.
نجا إيجي من المكائد التي نصبتها له وكالة المخابرات الأمريكية، واستقر في نهاية المطاف بين هافانا وهامبورغ بألمانيا بعد أن تزوج من راقصة الباليه الألمانية جيزيل روبرغ وحصل على جواز السفر الألماني. في سيرتها الذاتية عام 1994 كررت باربرا بوش زوجة جورج بوش نفس الافتراء على إيجي، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير، مما أجبرها على عمل تسوية قانونية وافقت فيها باربرا على إزالة ذلك الادعاء من الطبعات اللاحقة من كتابها. ظل إيجي ملتزما بفتح وكالة المخابرات المركزية، وفي وقت وفاته في هافانا في 9 يناير عام 2008 كان يعمل على كتاب عن أنشطة وكالة المخابرات المركزية التخريبية في فنزويلا. كان إيجي فريدا من نوعه، فهو العميل السري الوحيد في وكالة المخابرات المركزية الذي انفصل عن الوكالة بدافع الإشمئزاز من جرائمها، ولديه الشجاعة الأخلاقية لإعلان ذلك علنا وبالتالي المخاطرة بالقمع أو الاغتيال. كتب في مذكراته عن جلسة استجواب في أوروغواي كان يستمع إليها من غرفة مجاورة، يقول: اشتد الأنين وتحول إلى صراخ. بحلول ذلك الوقت علمت أننا نستمع إلى شخص يتعرض للتعذيب. سأسمع هذا الصوت لفترة طويلة.